بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده المحاضرة قانون العرض والطلب وتأثيره ازاي على الماركتينج بشكل عام. هو النهارده الجروب بتاعنا بس هيبقى المؤهلات والعادة، لأن حصل مشكلة الأسبوع دوت بس مع العادة، النت كان ضعيف وما كانش عارفين نعمل المحاضرة، فإن شاء الله معانا في الجروب إن شاء الله النهارده بإذن الله. المحاضرة بتاعتنا بنتكلم على قانون العرض والطلب وازاي بيتأثر معانا في الماركتنج بشكل عام وعلى حجم الطلب بتاع السوق. نبدأ في المحاضرة بتاعتنا في بداية كده شوية تعريفات. سامعيني كده عشان برضو المرة كان الصوت مش واضح. واضح ان شاء الله الصوت؟ يا دكتور سامعين حضرتك. بداية كده في شوية تعريفات كده سريعة براجعها بسرعة كده هتفرق معانا في الشغل بتاعنا ان شاء الله. النيد زي ما قلنا قبل كده، يعني انا هحط لكم السلايد فيه جزء عربي وانجليزي عشان يبقى الدنيا بالظبط واضحه. حتى اللي عايز يكتب بالانجلش يكتب بالانجلش، بالعربي يكتب بالعربي. الحاجه او النيدز بشكل عام هو الشعور في الحصول على شيء. انت عندك شعور داخلي عايز تحصل على شيء معين، ده كلمه دي مقصود بكلمه الحاجه. كفلسفه بشكل عام ما يجي لك شعور داخلي انك عايز توصل لحاجه معينه، دي حاجه انت عايز تحققها عاوز توصل لها. لو اقترنت الحاجة دي بالقدرة الشرائية أصبحت الحاجة في الحالة دي أصبحت طلب. طلب إن خلاص حاجة إيه؟ حاجة هتشتريها بالنسبة لك. الديماند أو الطلب بشكل عام هو الكميات من السلع أو الخدمات يمكن شراؤها بس بسعر معين وفي ظرف معين وفي زمن معين. هنشوف التعريفات دي تعني إيه أثناء المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. عشان يتم عنصر الطلب يبقى عندك ديماند بالفعل، في عندك عنصرين لازم يكونوا موجودين، وده الحته دي بيلعب فيها تسويق. ايه هي الحاجتين دول؟ اول حاجه يكون الكاستمر بتاعك عنده النيدز او الوانتس بتاعته، لازم يكون عنده الحاجه او الرغبه انه يشتري المنتج بتاعك، سواء برودكت سواء سيرفيس حسب انت ما بتتكلم معاه في ايه بالظبط. الحاجه الثانيه لازم يكون الكاستمر ده عنده القدره الماليه انه يشتري الحاجه دي في الاخر، لكن لو ما عندوش قدره ماليه كانكش ما بتعملش حاجه، انت بتكلم ناس مش موجودين معاك. فلازم يكون عندك العنصرين دول، لازم يكون هو عنده الدافع او الحاجه او الرغبه انه يشتري، في نفس الوقت هو يكون عنده القدره على الشراء. لازم العنصرين، عنصر من دول مش موجود العمليه نفسها بتاعت التسويق ما بتتمش. يبقى عناصر الطلب عندنا حاجتين اساسيتين، اول حاجه النيدز او الوانتس بتاعتنا، تاني حاجه القدره الشرائيه او الابيليتي تو بيركاز بالنسبه للشراء بتاعت المنتج دوت. طيب نبدا نخش في تفاصيل اكتر. ايه هو قانون الطلب؟ الديماند لوب بالنسبه لنا المقصود بيه ان الكميات المطلوبه بتزداد كلما قل السعر، بمعنى او العكس صحيح. بمعنى ايه؟ ان كل ما سعر الحاجه بيقل كل ما الكميه المطلوبه ممكن سعرها الكميه نفسها تزيد معايا. لو حبينا نعوض الكلام ده في شكل ايكويشن او معادله ممكن نحطها بالشكل دي، حيث دي ترمز للديماند بتاعتي او الاحتياجات او الطلب بالنسبه لي. هي عباره عن فانكشن او داله في البرايس في السعر بتاعي، ويعتبر البرايس هو العامل المستقل. يعني البرايس لما يتغير الطلب بيتغير مش العكس. السعر لما يتغير بيترتب عليه الطلب بيحصل معاه ايه. عشان كده البرايس بالنسبه لي يعتبر عامل مستقل، والديماند او الاحتياجات بتاعتي او الطلب بتاعي اسمه عامل تابع يتبعه بعد كده. لما السعر يقل هتلاقي الطلب بيزيد معاك، السعر يزيد الطلب نفسه بيقل معاك عكسه، لكن هو بيعتمد ديبند على السعر نفسه. فده اسمه قانون العرض والطلب. فبنتكلم على الجزء الاولاني دلوقتي بالنسبه للطلب، ايه اللي بيتناسب مع بعض فيه والشغل زي ما بعض. فتعتبر هي علاقه عكسيه ما بين الكميات المطلوبه مع السعر المعروض. فالسعر كلما قل السعر كلما زاد الكميه المطلوبه، والعكس صحيح، كلما زاد السعر كلما قلت الكميات المطلوبه. نوضحها كده بمثال صغير. انت رايح مثلا محل، راح تشتري قميص وحاطط في دماغك مثلا سعر معين، رحت لقيت فيه قميص تحفه وجميل جدا وسعره رخيص. بالتالي هتلاقي نفسك انك ايه، مش هجيب واحد هجيب اثنين بقى، ما خلاص بقى الفلوس معاك ممكن تكفي وتفيد بقى وحلوه كده، وايه وفي نفس الوقت هو فرصه بالنسبه لك. فالسعر لما قل اداك فرصه ان انت تزود الكميه بتاعتك دي. هنشوف الكلام ده على المستوى العام الافقي ماشي ازاي وعامل ازاي. لو بصينا لشكل العلاقه ما بين الطلب والسعر هنلاقيها واضحه بالشكل اللي قدامنا دوت، ان كل ما الكميه كل ما السعر ده بيقل، يعني السعر ده هو الحاجه المستقله، السعر يقل معاك تبدا الكميه المطلوبه او الطلب بتاعك يزيد معاك.
في علاقه عكسيه واخده الشكل ده، ممكن تبقى واخده شكل خطي زي الجزء على الشمال، او شكل كيرف زي الجزء على اليمين. فهنا بيوريك ايه؟ ان السعر نفسه، رفع السعر تاثيره بالظبط تاثير انخفاض الدخل للايه؟ للفرد. يعني انت مثلا دلوقتي انت عندك مثلا 1000 جنيه ده الدخل بتاعك، لو الاسعار زادت بقى دخلك مش 1000 جنيه، هتحس انه بقى 800 جنيه، بقى 700 جنيه، بقى 500 جنيه. فرفع السعر او تقليله بيوجب بالظبط انخفاض او ارتفاع الدخل بتاع الفرد. ان هو كان عنده مبلغ من المال او قدره شرائيه معينه، القدره دي يا اما تزيد فتزيد الطلبات اللي ممكن يشتري بيها، تقل هتقل نفس القصه معاه. فيعتبر رفع السعر اثره يشبه اثر انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، وبالتالي بيأثر على كميه الطلب بتاعتنا. ده كده ببساطه موضوع الطلب اللي علاقته بقى السعر المعروض بيه. في عوامل بقى بتأثر على الطلب، ايوه، وايه الحاجات دي بقى؟ العوامل اللي بيحاول يلعب فيها بتوع التسويق بحيث يستفيد منها. هنشوف واحده واحده ايه العوامل ديت ونبدا نتعامل معاها. اول حاجه زي ما قلنا سعر السلعه، الخدمه اللي بتقدمها دي سواء منتج او خدمه، اول عامل بيأثر على كميه الطلب السعر زي ما قلنا، كل ما زاد السعر قلت الكميه المطلوبه والعكس صحيح. في عامل بقى، ده اول عامل، ده سؤال بيجي لكم كتير، ايه العوامل اللي بتأثر على محددات الطلب زي ما بيقولوا؟ تمام؟ اول حاجه سعر السلعه. الحاجه الثانيه سعر السلعه البديله. يعني ايه الكلام دوت؟ لو انت عندك منتج وليه سعر سلعه ثانيه بديله بالنسبه له، السلعه البديله دي سعرها عامل ايه؟ هو لو لقيته نفس لقيت فيه حاجه بديله وسعرها ارخص وفيديك نفس الفانكشن او نفس الكواليتي او نفس التاسك اللي انت محتاجه، انت ايه اللي هيخليك تجري على الطلب دوت او على السلعه دي بالذات؟ ليه؟ ما انت عندك حاجه بديله وسعرها احسن. يبقى عندك اول عامل زي ما قلنا سعر الاصلي بتاع المنتج نفسه، سعر السلعه البديله ليه، ده معامل تاني جدا ومؤثر جدا. عشان كده في التسويق بيحاول ايه يلعبوا الحته دي، لما يكون عايز ينتج منتج ينزل منتج تاني يحاول ينزل سلعه بديله للسعر للسلعه بالفعل موجوده في السوق، ويحاول يلعب في السعر بتاعها، يديك كواليتي ويديك اوبشنز زياده عن السلعه الموجوده وبسعر ارخص كمان، فيبقى يعمل وسيله جذب للكاستمر بتاعته عشان يشتري المنتج بتاعه. طيب في عوامل تاني زي مثلا عندك على سبيل المثال مثلا النيوتيلا مثلا، وفي منتج تاني مضروب ليها نفس الكلام ونفس الشكل، حتى واخد نفس الشكل بتاعها بحيث ايه، تحس ان مفيش فرق يعني، او الدنيا قريبه من بعض يعني، واخد تقريبا نفس الاسم يعني، مولتوبيلا وحاجه زي كده وبتاع، بحيث الاخر ايه يعني المسمى قريب وفرق السعر هيبقى واضح بالنسبه له. فبتفرق بقى في الكواليتي، وانت هتتقبل الكواليتي دي ولا لا او كلام من ده. يعني طبعا دايما السعر والكواليتي الاثنين ماشيين مع بعض، كواليتي عاليه سعر عالي، كواليتي اقل سعر اقل. هو بيحاول يلعب في الحته دي بحيث يديك يقدر يخش السوق من خلالها. طيب ايه تانية؟ الاسعار المكمله. يعني ايه الاسعار المكمله؟ يعني انت تشتري منتج والمنتج ده بيلتزم انك في حاجات تانية بتكمله لازم تستخدمها معاه. فالاسعار دي اخبارها ايه؟ يعني على سبيل المثال العربيات، بعض الموديلات من العربيات هتلاقي سعرها رخيص كويس مش مشكله فيها، لكن مشكله قطع غيارها غاليه جدا، هتلاقي ناس بتحجم عنها. ليه بقى؟ لان هو بالاول بيسحبك زي ما بيقول، تسحب الحاجه الرخيصه وكلام من ده، تيجي بعد كده وانت في الشغل طبعا قطعه غيار اساسيه لازم تتغيرها، استهلاك وكلام من ده، تيجي تشتريها تلاقي بشكل عالي جدا، هتلاقي عندك في الاخر ايه؟ انك اتسحبت بشكل ما على المنتج دوت. الحاجات دي بتاثر في عامل الطلب بالنسبه لك. يعني في البدايه خالص انت بتبتدي ايه؟ لما يكون المنتج لسه رخيص وما اعرفش لسه تبعياته وتبتدي تشتري منه، يجي بعد كده الفيدباك الحاجات القطع المكمله للشغل بتاع الجزء ده، قطع غيارها غاليه جدا، يبتدي تاثر معاه، تبدي سمعه مش كويسه بالنسبه للمنتج ده، فيأثر معايا اذا كان بالسلب او بالايجاب. ممكن تكون قطع غيار رخيصه فتبقى حاجه جاذبه للمنتج بتاعك دوت، لو حاجه غاليه جدا تبقى حاجه ديفكت بالنسبه لك او فيها يعني نقطه ضعف زي ما بيقولوا بالنسبه للمنتج بتاعك. توقعات الاسعار، والحته دي بقى اللي بيحاول يلعبوا عليها بتوع الكاستمر كويس جدا. من حين لاخر بتلاقي شويه كده ايه اشاعات بتطلع او توقعات ان الدنيا هتغلى، الدنيا هترخص، مش عارف ايه، فتلاقي الحاجات دي بتاثر تاثير مباشر على كميه الطلب. تيجي يقول لك مثلا ايه ده الذهب هيغلى، هتلاقي الناس كلها عماله تشتري الذهب. ليه بقى؟ هيغلى حاجه فبيشتريها دلوقتي بحيث بعد كده يستفيد من فرق السعر الموجود ده.
مش عارف العربيات مش عارف الدولار عامل ايه، في العربيات اسعارها هتولع معانا فيشتروا عربيات، وهكذا بالنسبه للتوقعات دي. فالتوقعات دي، واحيانا بعض الشركات بتعمل بعض الاشاعات بشكل ما عشان تنشط عمليه المبيعات عندها، بحيث تجذب الكاستمر وتنشط عمليه الطلب على المنتجات بتاعتها. ودي برضو من ضمن العوامل الاساسيه في تحديد كميه الطلب الموجوده في السوق. ايه تاني؟ الدخل. الدخل بتاع المواطن، كل ما زاد دخله كل ما خلاص بقى عنده الفاسيلتي انه ممكن يشتري دوت ويشتري دوت ويشتري ده، فكل ما زاد الدخل كل ما زادت كميه الطلب الموجوده عنده بالنسبه للسوق. فطبعا متوسط الدخل كل ما بيزيد كل ما حجم الطلب في السوق بيزيد معاه. ودي موجوده عندنا، يعني مثلا في وظيفه معينه مثلا بالنسبه لك سيب بياخد مثلا 5 فتصرف ال 5000 تحس ان الدنيا مزنقه معاك، ربنا كرمك في شغلانه ثانيه خدت 10 هتنسى بتصرف ال 10 برضه. احتياجاتك بتزيد وبالتالي الطلب عندك بيزيد. ودي الناس كلها عارفاها وماشيين بالسياسه دي كلها بشكل عام. ايه حاجه ثانيه كمان عندنا؟ الذوق، بمعنى الذوق العام بشكل عام. دي بمعنى ايه؟ الحاجات اللي تناسبك وما تناسبش غيرك، بمعنى انت ممكن تجيب حاجات منتجات معينه تيجي تبيعها في مكان معين الذوق العام او الثقافه العامه ما تتقبلهاش، وبالتالي ما تبقاش عليها الرواج جامد. بيبقوا عاملين بقى ايه؟ مدخلين الجزء بتاع الدعايه والاعلان بحيث يلعبوا في مخ الناس بشكل ما ويجمل لك الحاجه بشكل ما، فيغير لك الذوق العام بتاعك ويحاول بعد كده ايه؟ تقبل عليها. يعني حصل مثلا فتره بتاعت المنطلونات المقطعه وكلام من ده، في البدايه الناس كانت بتستنكر الموضوع، ايه الشكل المعفن ده ومش عارف ايه وبتاع. مره في مره بقت دي الموضه والناس كلها خلاص بتجري عليها وبتجيبها ومش عارف ايه وبتاع. بيلعبوا في دماغ الناس بشكل ما بطريق بعض الدعايه والاعلان والحاجات من دي، فبيحاول يغير الثقافه بعض الناس مع بعض الناس اللي بالتالي بتاثر على حجم الطلب والشراء عليه. دي برده جزء هام جدا بالنسبه للماركتنج، بيحاول يلعبوها عن طريق البروموشن الدعايه والاعلان والترويج بشكل عام. في عندنا ايه كمان؟ الطقس والمناخ. الطقس والمناخ برده بيأثر معاك، هتلاقي عندك في بعض المنتجات الرواج بتاعها بيبقى ليه موسم معين، التكييفات مثلا على سبيل المثال تلاقي التكييفات دي الرواج بتاع المبيعات بتاعتها بيبقى اكتر في الصيف مش في الشتاء. الشتاء اصلا بقول لك محدش بيجيبه والكلام من ده، حتى حكايه ان هو يشغل على السخن والكلام من ده برده مش متقبله عند ناس كتير، ناس تقول لك يا عم ده عينه مش عارف ايه، لكن في الصيف هتلاقي اساسي حجم المبيعات بتاعت التكييفات في الصيف دي عاليه جدا. نفس الكلام مثلا بالنسبه للدفايات، الدفايات حجم مبيعاتها في الشتاء اكتر بكتير جدا من الصيف. فعندك الطقس والمناخ والحاجات دي بتاثر على معدلات السحب لبعض المنتجات من وقت لاخر، هتلاقي الريت بتاعها مش ثابت خلال السنه، بيجي في وقت معين بيزيد ووقت معين بيقل معاك. التقدم التكنولوجي، بمعنى يعني على سبيل المثال عندنا مثلا سي مثلا الموبايلات دي يعني ابسط حاجه واشهر حاجه بالنسبه لنا. الموبايلات لما عندك تيجي عند وقت معين هتلاقي مفيش اقبال على المنتج ده، فبيحاول ينزل لك السعر بتاعه عشان يحاول ايه؟ يخلص منه. فده المقصود بكلمه التقدم التكنولوجي، كل ما تلاقي عندك التكنولوجيا بتنزل بتلغي القديمه، وتلاقي السعر دوت بدا ينزل معاك لان هو عارف موضوع السعر مع الطلب علاقه عكسيه، بيحاول ينزل شويه من السعر دوت بحيث فئه معينه من الناس اللي كانت بتشتري الجزء ده. يعني هنتكلم مثلا على الايفون مثلا، في الاول مثلا ليه رقم معين، رقم ما شاء الله حاجه كويسه، تيجي بعد كده فتره بنزل موديل جديد، تلاقي الموديل القديم نزل بسعر اقل، في ناس عايزه الموديل دوت بالسعر الجديد دوت، هتلاقي عندك ايه؟ بيحاولوا يلعبوا في القصه دي اكوردنج للتكنولوجيا المتقدمه بالنسبه للحاجه المنتجات اللي بتنزل دي. وتلاقي كل ما التقدم يحصل تكنولوجيا اعلى كل ما المنتجات بتنزل فبسعرها يقل بحيث يزود مبيعاتها عشان يخلص منها، لان هيجي حاجه تغطي عليها خالص. طيب النقيض بتاع الطلب العرض بقى. هو اولا بس قبل ما نخش في الطلب، هو مين اللي بيحدد الطلب؟ اللي بيحدد الطلب الكاستمر، لان هو ده اللي بيشتري. يبقى الطلب بيتحدد ديبند على الكاستمر نفسه، لكن العرض مين اللي بيعرض؟ الاونر نفسه او الشركات هي اللي بتعرض الحاجه بتاعتها عايزه تبيعها. يبقى عندك في عندك الطلب ده خاص بالكاستمر، الجهه المناظره ليها على العرض هي الشركه اللي عايزه تبيع المنتجات بتاعتها. فالعرض بتاع قانون العرض عندنا عكس قانون الطلب، الكميات المعروضه بتزداد كل ما زاد السعر، يعني كل ما السعر بتاعها ما بيزيد الشركه عايزه تكسب فتعرض كميه اعلى، لانه بايه؟
بقدر هكسب اكتر. فالعلاقه بتاعتها علاقه عكس العرض عكس الطلب بالظبط بالنسبه لنا، فدي تعتبر علاقه طرديه. كلما زاد سعر المنتج كلما زادت الكميه المعروضه من الشركات. وهنشوف ازاي الكلام ده بيتطبق على الكيرف وهو ازاي بيستفيد من العلاقه دي. دكتور، هو كده ايه الفرق من التعريف بتاع الديموند وتعريف السبلاي؟ الديموند بالنسبه لي الديموند برضو الديموند كانت كميات مطلوبه تزداد كلما قل السعر. اه هنا بقى كلما زاد السعر عكس بعض. ماشي. حتى لما تشوف الكيرف هتلاقي الكيرف شكله بيختلف معانا. ادي الكيرف اللي بيعرض منحنى العرض عندنا هنا، هتلاقيه كل ما الكميه كل ما السعر بيزيد معاك، برضه السعر بالنسبه لي هو العامل الاساسي. لما السعر بيزيد الشركات بتعرض كميات اكتر عشان تكسب اكتر، يعني الحاله دي بتحاول ايه تجمع هامش ربح اكتر بالنسبه لها، فبتعرض كميات بالنسبه لها اكتر بالنسبه لها. هتلاقي عندك هنا كل ما السعر بيزيد عندك بقى بي 1 بقت كي 1، لما السعر زاد بقى بي 2 بقت الكميات المعروضه عندك كيو 2، لما السعر زاد بقى بي 3 بقت القيمات المعروضه كيو 3. هنشوف بقى ازاي الاثنين دول مع بعض بيحصل فيهم حاجات، بس قبل ما نخش الحاجات اللي بتحدد او محددات العرض زي ما بيقولوا، زي ما في هناك محددات للطلب حاجات بتاثر على معدلات الطلب، هنا نفس الكلام برضو في حاجات عوامل بتاثر على معدلات العرض. اول عامل اساسي عندي بالنسبه لي بيأثر على معدلات العرض عندي او محددات العرض بالنسبه لي عدد المنتجين في السوق، في كم منتج بيديك نفس المنتج دوت. هتلاقي في منتج فيه ناس كتير كده، وبعد كده يقول لك خلاص يا عم ده السوق غرقان من المنتج ده، هخش فين في وسط الناس دي؟ لا انا اشوف منتج تاني لسه مش متداول وعليه جذب او عليه طلب زي ما بيقولوا يحاول يشتغل فيه. يبقى عدد المنتجين بيأثروا على كميات العرض الموجوده. يعني عندك مثلا ده هيطلع لك مثلا 1000 وحده، 1000 وحده، 1000 وحده، هو السوق محتاج كل الكميات المعروضه دي ولا لا؟ يعني الكميات المعروضه لو زادت على حد معين بيحصل عمليه كساد، تلاقي البضاعه موجوده ومحدش بيشتري. فدي اول عامل عندنا بيحدد لنا كميات العرض هي عدد المنتجين الموجودين في السوق. ايه الحاجه الثانيه؟ اسعار المواد الخام. الاسعار دي المواد دي بتاثر في سعر بتاع العرض في النهايه. لو المواد الخام اللي بتشتريها عشان تعمل المنتج ده اصلا غاليه، فزي ما قلنا السعر لما بيغلى الكميه المعروضه بتقل، لان ما بيبقاش عليها اقبال جامد. فبالتالي لما السعر يزيد المواد الخام اللي بتشتغل بيها اللي كميه العرض هتقل معاك، والعكس صحيح. الضرائب اللي بتتفرض على بعض المنتجات بتاثر على كميه العرض، يقول لك يا عم عليها ضرائب كتير مش عارف ايه، هخش في مكانات مشاكل، او العكس بعض الحاجات الحكومه مثلا بتدي شويه تخفيضات معينه او شويه مساهمات من عندها مثلا بحيث تنشط حاجه معينه او منتج معين فبتزود كميه العرض بتاعته. التكنولوجيا المستخدمه، يعني هتلاقي عندك مثلا انت محتاج مثلا كميه معينه من منتج معين، لكن التكنولوجيا اللي بتستخدمها كخط انتاج مثلا قديمه شويه مش قادره تستوعب حجم الانتاج المطلوب في السوق. فالتكنولوجيا برضو بتاثر معاك في الكميه بتاعت الفرضها دي، هل تقدر تغطي كل الاحتياجات الموجوده في السوق ولا نتيجه التكنولوجيا دي يا دوبك بتطلع كميات محدده بس. انتاجها بياخد وقت وبياخد كميه من الزمن المتاح بالنسبه لك للانتاج. دي تعتبر المحددات الخاصه بالعرض بشكل عام، اربع حاجات اساسيه عندنا: عدد المنتجين، اسعار المواد الخام، الضرائب، التكنولوجيا المستخدمه. نبدا نخش بعد كده بقى في ايه؟ في منحنى العرض والطلب، والاثنين دول مع بعض وازاي نشرحهم. اللي برضو احيانا بتطلب كتير اشرح لي منحنى العرض والطلب. وايه هو منحنى العرض والطلب؟ هنلاقي عندنا زي ما قلنا كده المنحنى بتاع الطلب دوت بعلاقه عكسيه مع الكميه، هتلاقي عمال يقل مع زياده الكميه والعكس بالنسبه للعرض. يعني ايه الكلام دوت؟ انت دلوقتي كمستهلك رايح تشتري منتج معين او حاجه معينه او خدمه معينه. الخدمه دي اول ما رحت سالت عليها لقيت الثمن غالي قوي. فاللي هيشتري منها هيشتري كتير ولا قليل؟ ها يا شباب؟ قليل. هتلاقي بالظبط فعلا. فعندك هنا لما يكون عندك السعر غالي هتلاقي الكميه اللي بيشتروها او بيستخدموها قليل جدا. كل ما تلاقي ما السعر عمال يقل بتلاقي الكميه الناس اللي بتستخدموا الحاجات دي كميه عماله تزيد معاك. هتلاقي العلاقه العكسيه ما بين الطلب مع السعر بتاعي. نفس الكلام بالنسبه للشركات العكس اللي بيعرض، لما يكون هو بينتج منتج معين وسعره في السوق اصلا رخيص رخيص قوي فهامش ربح ما فيش خالص، فبالتالي ايه اللي هيحفزه ان هو ينتج؟ فتلاقي عندك هنا لما يكون السعر رخيص قوي بالنسبه له الكميه المنتجه قليله جدا، فكل ما يزيد سعر المنتج كل ما بيبتدي يعرض كميات اكتر عشان هيبتدي يكسب من خلالها.
هتلاقي الاثنين دول بيتقاطعوا في نقطه واحده دي اسمها نقطه الاكليبريم او نقطه الاتزان، اللي عندها ان المعروض كله اتاخد، يعني انا طالبين 100 وحده واللي اتعرض 100 وحده والتاني هم الاثنين اتاخدوا، لكن في النص بقى سواء تحت الخط المنقط دوت او فوقيه في مشكله. ايه هي المشكله؟ تحت الخط دوت عشان السعر رخيص قوي بالنسبه له، فالناس طالبه مثلا من منتج، اي منتج بتتكلم عليه مثلا طالبين مثلا منه وليكن 1000 قطعه، لكن هو عشان سعره رخيص الشركات مش عايزه تنتج منه، فناتجين بس في السوق مثلا منه مثلا 200. هتلاقي في جاب في النص ما بين الطلب وما بين المعروض، تلاقي في منطقه العجز. ليه بقى؟ الطلب عليه كتير جدا لكن المعروض قليل قوي. ففي الحاله دي اسمها ايه؟ منطقه العجز، ان هو ايه؟ المعروض في السوق اقل من المطلوب عليه. طيب ده سبب غلاء سعر يا دكتور؟ ده السعر، ده السبب اللي بيخلي السعر بيتحرك كل شويه يزيد او يقل. ماشي؟ فلازم حاجه هنشوف دلوقتي يعني ازاي السعر هيتغير معانا ويتحرك معانا ازاي. فبيحاولوا بقى يوصلوا الدنيا، الطلب في نفس الوقت ايه؟ يقول لك خلاص لا انا مش هقدر، انا مش هقدر اديك بالسعر دوت خالص، ده اللي موجود عندي بس. فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ لو الكميه زادت شويه هتلاقي السعر المتوسط ليها زاد لحد ما الاثنين هما الاثنين يرتضوا بمبلغ واحد. يعني نقطه الاكليبريم دي او الاتزان دي، دي النقطه اللي بيتراضى فيها الشاري والمشتري، الاثنين اتوافقوا على نفس السعر دوت وما عندهمش مشكله، والكميه انت عايز 10 قد ال 10 بتوع اللي انت عايزه. طيب اللي بيحصل بعد كده ايه؟ لو العرض دوت زاد، كميه المعروض، كميه معروضه زاد عن الحد المعين بالنسبه له نتيجه ان هو حاسس ان انا هيكسب وكلام من ده، الاقبال بدا يقل عليه، فبقى المطلوب منه قليل اكتر من المعروض. في بس دي منطقه الفائض، المعروض كتير لكن المطلوب منه قليل، فدي الفائض، منطقه الفائض دي منطقه العجز. دايما السوق عشان السوق يبقى فيه بالانس او فيه اتزان لازم الاثنين يوصلوا نقطه البالانس هما الاثنين. فتلاقي دايما الخط الاخضر الخاص بالطلب او العرض الاثنين بيتحركوا سواء في اتجاه البوست او النيجاتيف في الاتجاه بتاعه، بحيث في النهايه خالص الاثنين يقعوا عند نقطه الاكوليبريم او الاتزان بتاعنا، بحيث يبقى خلاص المعروض على قد الطلب بالظبط كده. لحد كده يا جماعه واضحه يا جماعه؟ لحد كده ولا الدنيا في حاجه مش واضحه؟ تمام يا دكتور. تمام واضح يا دكتور. يا دكتور واضح يا دكتور. نبدا نشوف بقى ازاي مرونه العرض والطلب بتتحرك ازاي. احنا مثلا دلوقتي كده وليكن ده الطلب بتاعي اللي واخد ده الاصل خالص، وده العرض عندي زي ما قلنا. الاتجاه اللي اسفل بالنسبه للخط بتاع الطلب معنى كده نقصان الطلب، الكميه المطلوبه بتقل معاك، الكميه المطلوبه بتقل. الاتجاه الاعلى بالنسبه للخط بتاع الطلب بالنسبه لي او الديماند، ده اتجاه زياده الطلب، يعني الطلب بيزيد عندي على المنتج بتاعي. طيب نبدا نشوف القصه دي كده ماشيه ازاي. وليكن ده مثلا السعر اللي احنا كنا بنتكلم عليه في البدايه خالص، الخط مكان الخط الاخضر هنا عندي كده، دي كانت الكميه المطلوبه على السعر دوت. لما اتحرك لفوق قلنا فوق الكميه ايه؟ زادت، يعني الطلب زاد. ماشي كده؟ لما الطلب زاد بقت النقطه الاكليبريم فين؟ هنا عندي فوق، بقى السعر بتاعها اعلى، تمام؟ مع الكميه زادت معاك في الحاله دي، لما الكميه زادت او الطلب زاد اوتوماتيك تلاقي السعر ايه؟ زاد معاك. هتلاقي الخط الاخضر اتحرك طلع فوق وصل على الخط الاحمر ده، فالاتجاه لاعلى ده مقصود بيه خط زياده الطلب، الكميه المطلوبه بتزيد معاك. الاسفل دي معناها ان الكميه المطلوبه بتقل معاك. نفس الكلام بالنسبه للكيرف اللي جنبيه او المنحنى اللي جنبيه، الخط الاخضر ده الخط الطبيعي الخاص بالعرض، وكانت دي نقطه الاكليبريم بالنسبه له عند Q1، كان السعر بي زي ما بيقولوا. المنحنى لما بيتحرك لاسفل العرض العكس بقى، ده اتجاه زياده العرض زي ما بيقولوا، لفوق ده اتجاه نقص العرض، بيقلل الكميه المعروضه. طيب هو هنا لما زود الكميه المعروضه، من اول نقطه اذا عندي هنا عند النقطه ديت، لما الكميه المعروضه زادت معاه الخط نفسه دوت اتحرك ليه؟ اسفل، الخط زادت ايه؟ العرض، فالكميه المعروضه زادت معاك، وبالتالي لما الكميه المعروضه زادت معاك السعر بتاعها بدا يقل معاك. ماشي يا دكتور؟ يعني هي يعتبر عكس بعضيهم. ايوه بالظبط كده. يعني في فبقول لك مرونه العرض والطلب المقصود بايه؟ اتجاه الحركه، لازم دايما الاثنين في السوق لازم توصل نقطه اتزان.
فبيقول لك احيانا في الماركتنج بالنسبه لك دلوقتي، انت لو عندك مثلا سي كاستمر بيشتروا مثلا منتج، مثلا منتج معين من عندك، وليكن الطلب بتاعه مثلا 100 وحده في الشهر، بتوجد ظروف ما في السوق الكميه دي زادت بقت 110، وانت ما عندكش، انت عامل حسابك على 100 بس، الحل عندك تعمل ايه في الحاله دي؟ لو بعت ال 100 بس هتخسر ال 10 زباين التانيين دول، فتعمل ايه؟ هتحاول تزود السعر بتاعك شويه، بحيث زيادة الطلب بتاعك هيقلل لك الكاستمر اللي عايزين يطلبوه، يبقى الطلب يقل معاك، فوصلت نقطة البالانس بتاعتك وبرضه كسبت المكسب بتاعك بالزيادة. طب لو زودت ولقيت برضه الكاستمر ما كانش مثلا ايه، لسه برضه في لسه في جاب لسه موجودة، في لسه محتاج ايه أكتر من كده، هتزود السعر برضه شوية كمان، بحيث في الآخر توصل للكمية المطلوبة هي نفسها الكمية المعروضة عندك، وتستفيد من فرق السعر الموجود عندك في الحالة دي. ودي بتلعب اكتر مع طول التسويق، لانه بيعرف هو اللي بيحدد السعر في الاول وفي الاخر، فبيشوف الدنيا ماشيه ازاي ويبدا يلعب من خلالها في سعر المنتج بتاعه. هل عليه اقبال دلوقتي يزود السعر ولا الدنيا هاديه ينزل السعر، بحيث تبقى الدنيا ماشيه في السيستم بتاع العرض والطلب بتاعه. واضح يا جماعه ولا في حد عنده عايز يوضح حاجه مش واضحه له؟ لو سمحت اتفضل. في المنحنى الثاني باتجاه زياده العرض واتجاه نقص العرض، الاثنين قريبين من بعض، ده يعني الجاب منهم صغير ليه؟ يعني في المنحنى منه كان في جاب كبير من فوق وتحت، ده انا جاب قليل. لا مش فاهم الصوت، بس قطع عشان كده ما فهمتش كويس. بقول لحضرتك في المنحنى الثاني على اليمين، تمام، العنى اليمين، اتجاه زياده العرض واتجاه نقص العرض، ايوه المسافه بينهم قريبه عكس المنحنى اللي هناك. ايوه معكس المنحنى، قريبة ازاي يعني قريبة؟ ده اتجاه يعني، بس مجرد يعني اتجاه، ده مجرد اتجاه مش اكتر من كده. يعني لو الخط ده طلع لفوق كده كده انت الكمية المعروضة بتقل معاك. لو نزل العكس كده يبقى الكمية المعروضة بتزيد معاك، بغض النظر ما فيش قريب وبعيد، ده مجرد بس انا ده انديكيتور كده بالنسبة لك يوضح لك، لو ده طلع فوق يبقى الكمية المعروضة قلت، لو نزل لتحت يبقى الكمية المعروضة زادت. تمام، بس مش اكتر من كده. ماشي؟ جزاكم الله خير. ماشي اوكي. شكرا. في حد عنده اي استفسار عن حاجه معينه مش واضحه بتاع؟ لا شكرا يا دكتور. لا يا دكتور شكرا. بس يا دكتور هو كده السؤال بتاع الامتحان بيجي ازاي؟ هو كده بالظبط، لسه بتسال. اشرح لي بقى قانون عرض وطلب، اشرح عباره عن ايه، وايه نقطه الالتزام بتاعته، وفين الحته اللي فيها الفائض وفين الحته اللي فيها العجز، ايه هي محددات الطلب، ايه هي محددات العرض، الحاجات التعريفات اللي كنا بنتكلم عليها دي بس. الدكتور بعد اذنك لما يجي يقول لي ارسم المنحنى واشرحه، ارسم المنحنى اللي هو الاولاني والاثنين اللي بعديه اللي هو الاتجاه النقص والاتجاه الزياده، ثلاثه توضح لي، توضح لي الفكره بتاعته. يعني ارسم الثلاثه مع بعض اللي هو العمومي او الجنرال، طبعا المنحنى الجنرال اللي هو الاولاني خالص، والمنحنى الاثنين التانيين اللي هو الواحد الخاص بالنقص والزياده بتاع الطلب والنقص والزياده بتاع العرض. هو انت عايز، انا بالنسبه لي بس اللي يهمني في السؤال في الحاله دي بس هتشرح لي الخطين بتوع العرض والطلب، هوريك الجراف بتاعه بس، هو ده اللي يهمني دوت. تمام، ده المقصود بيه العرض والطلب، ده اللي هو منحنى عرض والطلب يا دكتور. ده اللي يعني السؤال لما يجي، يعني السؤال لما يجي ارسم مع الشرح منحنى العرض والطلب. ايوه بالظبط كده. لكن هتحدد لي المستوى بتاع الايكوليبريم فين بيحصل، وفين المنطقه العجز بتحصل فين، والفائض بيحصل فين، وتشرح لي ايه اللي بيخليه ينزل وايه اللي بيخليه يطلع. تمام ماشي، لكن مش هندخل معاه مرونه العرض والطلب. لا 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 لا، المرونه دي مش هخش فيها دلوقتي خالص. يعني هو السؤال بس طيب. ايه هو لما اكلمك على المرونه هتكلمني حكايه اللي طالع ونازل، لما اقول لك المحل العرض والطلب ده المقصود بالسؤال ده. طيب تمام ماشي. ايه يا دكتور البي دي اف بقى دكتور بعد اذنك، والفيديو بعد اذنك باذن الله تعالى ان شاء الله. يا ريت يا دكتور الفيديو تشرحه لنا. حاضر ان شاء الله باذن الله.